خطر عليه. الجريمة الأخرى ما يحدث الآن أمامكم، منع الجنازة، حاولوا اقتحام بيت الشهيدة ومنع أهلها من وداعها، الوداع الكريم الذي تستحقه. أيضا حاولوا منع مرور، ولكن شباب حوار أهل حوار ومن شارك الجنازة أصروا محمولة على الأكتاف، أرادوا أن تكون الجنازة محمولة في الموكب في سيارات، ولكن أصر أهالي حوار ومن حضر من القرى المجاورة أو القوى الوطنية أن تمر هذه الجنازة على الأكتاف كما يليق بها وتضحيتها. وأمامكم أدوات القمع، وكأنهم بحاربوا في جيوش فلسطينية، وكأن أمامهم مئات الجنود، أمامهم أطفال وشيوخ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أن رزق الشيخ بالشهادة، الحمد لله أن أكرمنا أن أكون زوجة شهيد وأم لأطفال وأباهم شهيد. الحمد لله الشيخ نال أقصى ما كان يتمنى، لقد سأل الله دائما هذه الشهادة ونالها والحمد لله.
نالها وغسل عند ربه بأمعائه الخاوية، بأمعائه الخاوية وصل عند الله عز وجل ليحاسب كل من قصر وتخاذل وترك الشيخ وحيدا في معركته الأخيرة. أقولها وأهنئ نفسي وأبنائي بشهادة الشيخ، أهنئ نفسي وأبنائي بشهادة الشيخ، وأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا. الحمد لله على البلاء، والحمد لله عند رفع البلاء، والحمد لله ما دام البلاء قائما. اليوم إن كنا نزف لكم خبر استشهاد الشيخ فهذا فخر واعتزاز لنا، وإن كنت أتمنى كزوجة شهيد أن يكون بينكم اليوم محمولا على الأكتاف منتصرا بمعية الله وإرادته، لكن قدر الله لهذا الشيخ أن ينال أقصى ما كان يتمنى وأقصى ما يتمنى كل حر فلسطيني. اليوم الشيخ بالشهادة، وفي ساعات الفجر الأولى هو وصل إلى ربه، استراح من ألم ومشقة ووجع. قلناها مرارا وتكرارا عندما كنا نخرج من خلف المحكمة، كنا نقول بكل مرارة أن الشيخ يموت. قال حرفا واحد أو كلمتين في آخر مقابلة لنا يوم الأحد الفائت في قاعة المحكمة، قال أنا بستشهد، أنا بموت، لكن ما حدا بيصدق، ولا حدا بيصدق إنسان إنه بده يموت لحد ما يموت. الحمد لله رب العالمين أن رزق الشيخ بالشهادة، ونقول بكل ما أوتينا من قوة لن نقبل من يعزينا بالشيخ، ونقولها لكل العالم، للفصائل، لشعب الفلسطيني بأكمله، لأهل عرابة كلها، لعرابة الخير كما كان يمدحها دائما الشيخ ويقول عرابة الخير وشباب عرابة الخير. نعم، لقد وجدت في شباب عرابة كل الخير، ووجدت فيهم كل الأمل، ووجدت فيهم كل خضر عدنان في وجوههم عندما كانوا يقفون لا حول لهم ولا قوة من الفصائل أمام بيتي هنا، ويهتفون كل ليلة للشيخ خضر عدنان أوصل الرسالة. هذا ما كان يريده خضر، أن يكون حيا بينكم في كل وقت، أن يكون داخل نفوسكم في كل وقت. هذا ما ربانا عليه إياد حردان، وما ربانا عليه الشهداء والأسرى، عرابة الخير وستبقى عرابة الخير. ثانيا، نحن كعائلة الشيخ لن نفتح بيت عزاء للشيخ خضر عدنان، وقلتها على دوار المنارة وما زلت أقولها، لن يكون هناك بيت عزاء للشيخ، وإنما نستقبل المهنئين، لأن هذه الشهادة هي عرس لنا وفخر لنا وتاج على رؤوسنا نفتخر به بإذن الله رب العالمين. رسالتي لكل أحرار العالم، لفصائل المقاومة، لكل من خذل خضر في هذه المعركة، هنيئا لكم، عيشوا واسعدوا، عيشوا واسعدوا في بيوتكم، وأطفال خزنوا أسلحتكم حتى تصدأ وتكبوها إن شاء الله. من لم يرفع لنصرة خضر لا نريده أن يكون ثارا لخضر. نقولها كما كان دائما الشيخ يقولها، لم تسقط ولم ترى قطرة دم في إضرابات الشيخ الخمسة السابقة، واليوم نقول بارتقاء الشيخ ونيله أقصى ما كان نتمناه، لا نريد أن ترى قطرة دم، لا نريد من يرد على استشهاد الشيخ، لا نريد من يضرب الصواريخ ويضرب غزة بعدها. الشيخ نال أقصى ما يتمنى، من كان يستطيع ولم يفعل من رفع الظلم والجور الذي كان يعانيه الشيخ لا نريد منه اليوم، نحن في حل ونحلل أمرنا منه. أقولها لكل العالم كما قلتها، لن ننتظر من أحد أن يرد للشيخ، فخلف الشيخ تسعة من الأبناء بإذن الله. وأقولها للاحتلال قبل السلطة وقبل الفصائل وقبل كل قوى المقاومة، احفظوا وجوه أبنائي جيدا، فوالله ما ربيناهم إلا على العزة والكرامة. وأنا إن شاء الله مثل ما خضر رباني على حب الجهاد، وأن أتمنى من الله عز وجل أن يكون زوجي شهيدا، وهذا أصعب ما تتمناه الزوجة، بإذن الله سيرى منها الاحتلال من أبنائي ما لم يراه من خضر. رسالتي للكل، عزاؤنا ليس بالشيخ،
أستقبل وأفتخر بكل من يهنيني بالشيخ. أنا فخورة جدا بشهادة الشيخ، فخورة لأنه أقبل مقبلا غير مدبر، أقبل بأمعائه الخاوية، أقبل بكل قطرة دم راقت من جسده، أقبل في لحظة كان يستشهد. الشيخ اليوم لم يقتل برصاصة، الشيخ اغتيل 86 كل ثانية وكل وقت كان يمر عليه من ألم اغتيل. نسأل الله أن يتقبله في عليين، لكن وصية الشيخ، وهذا هو واجبكم وواجب فصائل المقاومة وواجب السلطة الفلسطينية، وصية الشيخ ألا يطب في جسده ولا يلمس جسده ولا يشرح جسده. نحن نعلم من قتل الشيخ ومن أوصل الشيخ لهذا المكان. لا نريد تشريح لجسد الشيخ، نريد الشيخ بيننا ونريده أن يدفن بجانب والده كما وصى بذلك. أسأل الله عز وجل أن يقبله في عليين وأن يربط على قلوبنا وقلوبكم، وأهنيكم وأهني نفسي بشهادة الشيخ. في ناس بتخلق نشر مكتب إعلام الأسرى اليوم الثلاثاء وصية الأسير الفلسطيني الشهيد خضر عدنان، والتي شدد فيها على ألا يسمح للاحتلال الإسرائيلي بتشريح جثته. وكتب الأسير الشهيد وصيته في 2 أبريل/نيسان الماضي، حيث كان حينها يخوض إضرابه عن الطعام لليوم 58
وصباح اليوم استشهد عدنان بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت 87 يوما رافدا لاعتقاله. وكتب عدنان في وصيته: أبعث لكم بكلماتي هذه، وقد ذاب شحمي ولحمي ونخر عظمي وضعفت قواي من سجني في الرملة الحبيبة الفلسطينية الأصيلة. وأضاف في وصيته لزوجته وأبنائه: إذا كانت شهادتي فلا تسمح للمحتل بتشريح جسدي وسجوني قرب والدي، واكتبوا على قبري هنا عبد الله الفقير خضر عدنان. أما للشعب الفلسطيني فكتب عدنان: يا شعبنا الأبي، لا تيأسوا، فمهما فعل المحتلون وتطاولوا في احتلالهم وظلمهم وغيرهم، فنصر الله قريب ووعده لعباده بالنصر والتمكين أقرب. وفيما يلي نص الوصية كاملا: الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وحق علينا نصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين أن وفقني للإضراب عن الطعام للحرية. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على سيد الخلق حبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبعث لكم بكلماتي هذه، وقد ذاب شحمي ولحمي ونخر عظمي وضعفت قواي من سجني في الرملة الحبيبة الفلسطينية الأصيلة. وصيتي هذه لأهلي وأبنائي وزوجي وشعبي. زوجتي أوصيك وأبنائي بتقواه تعالى والاستعصام بحبله المتين والاستغناء بفضله عمن سواه، وقول الحق في كل زمان ومكان، وصلة الأرحام والصلاة والزكاة، والحفاظ على حرمات الله وحقه في حالنا ومالنا وحركاتنا وسكناتنا. والعلم إن خير بيوت فلسطين هي بيوتات الشهداء والأسرى والجرحى والصالحين. أوصيكم بالأعمام والأخوال والأقارب والجيران وكل من له حق علينا. أوصيكم ألا تتركوا لأحد حق علي معنوي أو مادي، فمحبوكم الأكثر حاجة إلى رحمته تعالى. إذا كانت شهادتي فلا تسمح للمحتل بتشريح جسدي وسجوني قرب والدي، واكتبوا على قبري هنا عبد الله الفقير خضر عدنان دعواتكم له ولوالديه والمسلمين بالرحمات، واجعلوا قبرا بسيطا، واطلبوا من الله لي المغفرة والرحمة والتثبيت وسعة القبر، وأن يجعل قبورنا رياض من رياض الجنة لا حفر من حفر النيران، وأن يتقبل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. أم عبد الرحمن والأولاد معالي وبيسان وعبد الرحمن ومحمد وعلي وحمزة ومريم وعمر وزينب سامحوني، وإخوتي أبو عدنان وأبو أنس وأم نور وكل الأخوال والأعمام والأقارب والخلان والجيران على أي تقصير في جنبكم، وأنا أغادر هذه الحياة الدنيا، ولكن تأكدوا أنني ما شغلت عنكم بإذن الله إلا الواجب يا شعبنا الأبي. أبعث لكم هذه الوصية تحياتي ومحبتي وكل ثقة برحمته تعالى ونصره وتمكينه. هذه أرض الله ولنا فيها وعد منه، إنه وعد الآخرة. لا تيأسوا، فمهما فعل المحتلون وتطاولوا في احتلالهم وظلمهم وغيرهم، فنصر الله قريب ووعده لعباده بالنصر والتمكين أقرب. سلامي لساداتنا ذوي الشهداء والأسرى، وتحياتي لهم وكل الأحرار والثوار. ولد خضر عدنان موسى في 24 أذار مارس 1978 في بلدة عربة في جنين. أنهى مرحلتي الدراسة الأساسية والثانوية العامة في مسقط رأسه عراب، واجتاز المرحلة الثانوية بتقدير جيد جدا عام 1996، والتحق بجامعة بيريزيت في مدينة رام الله، وحصل عام 2001 على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، ثم التحق ببرنامج الماجستير في تخصص الاقتصاد في الجامعة نفسها مبكرا. بدأ خضر عدنان حياته السياسية منتميا إلى حركة الجهاد الإسلامي، وكان أول اعتقال له من السلطة الفلسطينية بتهمة التحريض على رشق رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان بالحجارة لدى زيارة جامعة بيريزيت عام 1998. أمضى في الاعتقال 10 أيام مضربا عن الطعام اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الدراسة الجامعية، وأمضى في الاعتقال الإداري 4 أشهر، ثم اعتقل مرة أخرى لمدة عام، واعتقل مرة أخرى لدى السلطة الفلسطينية في تشرين الأول أكتوبر 2010، وأمضى 12 يوما في السجن أضرب خلالها عن الطعام،
كان أشهر اعتقال بالنسبة إلى عدنان في 17 ديسمبر كانون الأول 2011، وهو الذي خاض فيه أشهر وأطول إضراب فردي عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على اعتقاله الإداري من دون تهمة. وقد استمر الإضراب 65 يوما ثم انتهى بتحقيق مطلب الإفراج عنه في 17 نيسان أبريل 2012. وفي وقت سابق اليوم أعلنت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد القائد الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حركة الجهاد: في مسيرتنا الطويلة نحو القدس سنفقد الكثير من الرجال الشجعان والكثير من القادة والمقاتلين. القائد المجاهد خضر عدنان كان واحدا من الذين فتحوا طريقا عريضا لكل الذين ينشدون الحرية في فلسطين والعالم. يأتي استشهاد خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ نحو 3 أشهر احتجاجا على اعتقاله بعد يومين من رفض المحكمة الإسرائيلية العسكرية في سجن عفر الإفراج عنه، على الرغم من حالته الصحية التي وصلت إلى مرحلة حرجة جدا في حينها. قالت زوجة الشيخ الشهيد خضر عدنان إن عائلته لن تفتح بيت عزاء، وإنما ستستقبل المهنئين باستشهاد زوجها، مطالبة الفصائل الفلسطينية بتنفيذ وصيته. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته رندا موسى زوجة الشهيد خضر عدنان عقب الإعلان عن استشهاده في سجون الاحتلال. وقالت زوجة خضر عدنان: نزف لكم خبر استشهاد الشيخ، وفخرنا واعتزازنا رغم أننا كنا نود أن يعود لنا منتصرا، مشددة على أنها تفتخر بأن تكون زوجة شهيد وأما لأبناء شهيد نال أقصى ما كان يتمناه ووصل عند ربه بأمعائه الخاوية واستراح من ألم ومشقة ووجع. وأضافت: سنحاسب كل مقصر، خاصة أن الشيخ عدنان ترك وحيدا، مؤكدة أن عائلة الشيخ لن تفتح بيت عزاء للشيخ، وإنما ستستقبل المهنئين باستشهاد زوجها الذي نال الشهادة. ووجدت زوجة الشهيد التذكير بوصية زوجها بالقول: واجب فصائل المقاومة أن ينفذوا وصية زوجي بأن لا يلمس ولا يشرح جسده، فنحن نعلم من أوصل الشيخ إلى هذه الشهادة. وطلبت بتجنب إراقة أي قطرة دم ردا على استشهاد زوجها، وقالت: لا نريد من يرد على استشهاد الشيخ أو يضرب الصواريخ، من كان يستطيع رد الظلم ولم يفعل في وقتها فلا نريد أن يفعل شيئا اليوم، والسلاح الذي لم ينتصر له لا نريد أن يأثر له، ولن ننتظر من أحد أن يأثر للشيخ. في ناس بتتألم بتخلق من الدموع سكر بتنمي.